من ضمن الأشياء اللي لازم تكبر مع الإنسان وتنمو مع تقدم عمره شيء اسمه النموذج المعرفي، مجموعة المعلومات والمفاهيم اللي بتشكل رؤية الإنسان للأحداث، إزاي يشوف النعمة وإزاي يشوف البلاء، نظرته لنفسه واعتزازه بيها، معنى التدين بالنسبة له، قيمة العمل والإتقان، فكرة عمل الخير ومساحتها من حياته، علاقته بمقتنياته، تفكيره في الآخرة. ده اسمه النموذج المعرفي، مجموعة المعلومات اللي بتشكل رؤيتك للحياة. هذا النموذج المعرفي لو فضل ينمو مع نمو الإنسان في عمره، خبرة الإنسان بتزيد في الحياة، وتأويله للأحداث ورؤيته ليها بيبقى أقرب للصح، وبتقل الأوهام في حياته، وبيبدأ حجم الطيش اللي بيعقبه ندم يتقلص بسبب الفهم السليم اللي بدأ يدخل عقله بسبب تطور النموذج المعرفي بتاعه. وده كان دور الأنبياء، ضبط النموذج المعرفي عند الأقوام حتى ينتقلوا من الأفكار الشركية والصراع على الدنيا وتعظيم التفاهات والتنافس والمباهاة بالأشياء الزائلة إلى ناس موحدين ربنا، رحماء بينهم، مدركين لقيمة الأخلاق إذا قورنت بقيمة المصالح والأهواء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وسيدنا عمر أكبر مثال لتطور النموذج المعرفي. بعد ما كان قبل سيدنا محمد سيدنا عمر بيعبد الأصنام، صنم عجوة في البيت وبعدين يأكله ويتحسر أنه أكل الإله بتاعه، هذا الرجل العظيم سيدنا عمر هو اللي صنع حضارة الأمة الإسلامية اللي وصلت لنصف العالم القديم. كل ده بسبب تغيير النبي للمعلومات والمفاهيم اللي شكلت النموذج المعرفي بتاع سيدنا عمر. ومن أهم علامات نمو النموذج المعرفي عندك هو تغير أولوياتك بتغير مراحل عمرك. احمد ربنا إنك لما كنت صغير يمكن أكتر حاجة كانت تستحوذ على فكرك هلبس إيه وهيقولوا علي إيه، وبعدين بعد شوية فضل موضوع هلبس إيه موجود وطلع جنبه حاجة تانية، إزاي هنجح في تخصصي وهكون نفسي في مدة قد إيه، وفضلت موجودة وتطور النموذج المعرفي طلع جنبها هساعد مين وهقف جنب مين وهحط دماغي على المخدة بالليل وأنا ندمان ولا راضي إن أنا عملت حاجة مفيدة في يومي. وبعدين بعد شوية يتطور نموذج المعرفي بتاعك ويطلع جنبها أنا عايز أحقق الاتزان الروحاني عشان ما فوتش فرض وربنا يبقى راضي عني، وأبقى ليل نهار كده مع ربنا سبحانه وتعالى، وأبقى من الناس اللي ربنا قال عليهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خدت بالك من الاهتمام بمنظري وهيقولوا علي إيه، للاهتمام بمستقبلي، للاهتمام بغيري وحقوق الناس، للاهتمام برضا ربي والنجاة في الآخرة، في تطور مع تطور العمر للنموذج المعرفي. هقولك على علامتين، هل أنت النموذج المعرفي بينمو معاك مع مراحلك السنية ولا لا؟ العلامتين دول، العلامة الأولى توافق أولوياتك مع المرحلة السنية اللي انت فيها، العلامة التانية توافق أولوياتك مع مراد الله. العلامة الأولى، لو النموذج المعرفي بتاعك بيتطور هتفاجأ ان ترتيب أولوياتك بيتغير حسب مرحلتك السنية، ودي علامة صحية جدا. يعني لو انت طالب هتلاقي عندك مثلا علاقتك بربنا، التعليم، أهلك، صحتك. لو خلصت تعليم وبدأت حياتك العملية هيخش مكان التعليم شغلك، يبقى شغلك وعلاقتك بربنا وأهلك وصحتك، وهتلاقي نفسك بتحط الترفيه في مكان مهم بس ما يجيش على الأولويات دي. لو أنت لسه مثلا متجوز ولا مخلف هيبقى شغلك وبيتك وصحتك وعلاقتك بربنا، وتحط الأصحاب والترفيه موجودين ومهمين بس ما يجيش في الأولويات دي، لأنك بتكبر فمسؤولياتك بتزيد فأولوياتك بتختلف. العلامة التانية اللي بتدل إن النموذج المعرفي بيكبر معاك وانت بتكبر في السن هي توافق أولوياتك مع مراد الله، ودي قمة النضج الإنساني. ألا يعظم مقام الأنا والرغبات فوق مقام الرب والشريعة، ألا تعظم المصلحة فوق القيم والمبادئ، ألا يغلب الإنسان منفعته الشخصية على حقوق الغير والواجبات. كده انت أولوياتك مترتبة على مراد الله، وده يحتاج منك على فكرة يقظة
تحصر بيها جوانب حياتك ماشية كده، ولا لسه أولوياتي متأخرة عن مرحلتي السنية وعن مراد ربنا، ولسه بغلب الدنيا على الآخرة والأنا على الله؟ ده سؤال. سواء ترتيب الأولويات حسب مرحلتك السنية ولا ترتيب الأولويات على مراد الله، ده سؤال إجابته عند كل واحد فينا، ما يعرفش يجاوب عليه إلا ضميرك الحي. فاللهم يا رب بصرنا بما يرضيك عنا، واجعل همنا رضاك، واجعل سعينا لا يخالف هداك.